المرأة المصرية عملت إنجاز في الاستحقاق الأول والثاني في الاستفتاء وانتخاباتها الرئاسية. والشركة دي رفعت حسام جافي أهو هيرد على كل الأسئلة اللي تحبوها، لأن هو الخبير في الانتخابات. قال لي إن أنتم مثلتوا 54% من مجموع الأصوات اللي نجحت الرئيس. نجلاء العدلي مدير عام التعاون الدولي بمجلس قومي للمرأة. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف بس النهارده اهداف المؤتمر وتكلمينا عن المرأة في البرلمان 2015. الهدف الرئيسي طبعا من اللقاء النهارده ان احنا نلتقي مع كل السيدات المرشحات انتخابات البرلمان القادم، عايزين نتعرف على ايه اهم المشاكل او المعوقات اللي بتقابلهم، نحاول نديهم بعض النصائح والارشادات خلال الايام القليله المتبقيه قبل الصمت الانتخابي. جزء الدعاية وإزاي يقدروا إن هم يعملوا حشد للناخبين والناخبات بأكبر قدر ممكن. في نفس الوقت إحنا هنعرفهم على الخدمات اللي بيقدمها المجلس من ناحية مراقبة الانتخابات. الناخبين بس أول مطلب إنهم يتوجهوا بكثافة إلى مقر لجان الاقتراع ويشاركوا في الإدلاء بأصواتهم والتمتع بحقهم الدستوري. وقبل كل واحد منهم ما يروح اللجنة ممكن في وسائل التعرف على اللجنة من خلال يبعت رسالة قصيرة SMS من أي محمول ل 5151 أو يطلب هذا الرقم أو يطلب أرض 140 أو يدخل على موقع اللجنة الأولية للانتخابات اللي هو www.elections.eg ويضع الرقم القومي بتاعه 14 رقم، هيطلع له في أقل من 30 ثانية كل بياناته الانتخابية، لجنته مقرها او مكانها وعنوانها اسف ورقمه في الكشف ورقم اللجنه بتاعته والمدرسه وعنوانها والدائره اللي بينتمي ليها وبتاخد كم مقعد. يعني نظرا لتطبيق حكم المحكمه الدستوريه الخاص بتقسيم الدوائر اللي هو الوزن النسبي للمقعد، وده ببساطه شيء عشان تبقوا عارفينه وتتكلموا مع الناس ومحدش يفتكر ان الظاهر في الدائره بتاعته. بنصور والله إحنا كنا الأول.